صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله، جئناك بالحب هاهنا. أعزائي المشاهدين، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمية الخير. في الحقيقة إحنا لسه مكملين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحتنا فرحتين في رمضان، فرحانين برمضان، الشهر الكريم والشهر الخير والبركة والرزق علينا جميعا، وفرحانين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أنا حابة أشكر كل الناس وكل المتابعين اللي بعتولنا الفيديوهات على صفحة الفيسبوك. ناس كتير هتقولي فيديوهات إيه؟ الفيديوهات لأطفالهم، ناس كتير بعتت لي فيديوهات لأطفالهم لما سمعوا سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ايه هم حبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم بيحبوه بس الحب زاد في قلوبهم، ومستنين الحلقه الجايه هيتقال ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدوا يصلوا. وفيديوهات اتبعتت لي هم بيقروا القران، ومن الحلقه الجايه ان شاء الله هبتدي اعرض فيديوهات الاطفال اللي بعتوا لنا ازاي بيقروا القران، وازاي المحنه اللي احنا فيها دي بقت منحه ربانيه من الله عز وجل لينا. انا سعيده جدا بيكم وسعيده باولادكم، ويا رب دايما نطلع عالم مسلم نفتخر بيه، عالم يعرف علوم الدنيا وعلوم الدين، ويا رب نكون سبب يا رب في سعادتكم والخير لينا جميعا. لسه مكملين معاكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ناس قالت لي ليه ما قلتيش ايه اللي حصل ساعة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لنا على طول لما راح مع مودعته حليمة السعدية بني سعد. احنا النهاردة هنقول ايه العلامات اللي ظهرت لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتولد. ايه اللي حصل لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتولد؟ حصل ثلاث علامات. اول علامة حصلت عند ولادة النبي، ظهر نور من امه آمنة بنت وهب. ايه ده، ازاي نور؟ عارفين كده لما امهاتنا ويعني على راسنا من فوق كلهم لما بيقولوا لنا نور سيدنا النبي، ما سيدنا النبي دي نور صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتولد امه آمنة قالت ايه؟ الرسول بيقول رأت امي حين حملت بي خرج منها نور اضاءت له بصرة. بصرة، بصرة اللي هي فين؟ بصرة في ارض الشام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اتولد بقى معاه نور، اتولد معاه نور، شافوا الناس لغاية شافته أمه لغاية بصرة في الشام. وفي رواية تانية أضاءت له كسورة بصرة في الشام. كسور أضاءت عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، والقرآن نور، فالنبي كان خلقه القرآن فهو كان نور ماشي على الأرض. يعني اتولد معاه نور وهو منهجه نور لنا. وسبحان الله، يعني النبي لغاية النهاردة احنا بنتعلم من سنته، ولغاية لما نموت هنتعلم من سنته، نور صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة ظهرت في الدنيا بعد ولادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمه السيدة آمنة حلمت اللي فيه نور خرج شافته، خرج منها شافته لغاية كسور الشام في بصرة، في بصرة في كسور الشام. طيب ايه العلامة التانية؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد كما يولد الصبيان، لكن كان في فرق. لما بيجي الولد يتولد بيتولد عادي زي الولدين، إيديه ورجليه بالشكل ده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ولد واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. دي تاني حاجة ظهرت. تالت حاجة من علامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتولد، ظهور النجم، نجم. ايه اللي حصل؟ حسان بن ثابت رضي الله عنه كان بيحكي عن سيدنا النبي، كان بيقول انا كنت ساعتها ولد يفعى. يفعى ده يعني ولد لم يبلغ الحلم. ايه اللي حصل؟ كان ابن سبع او ثمان، كان عنده سبع او ثمان سنين. بعدين لقى واحد على قطم، قطم ده حاجه كبيره قوي زي الحصن، واقف عليه وعمال يصرخ، عمال يصرخ يا يهود يا معشر اليهود ايه اللي حصل؟ هو كان يهودي، الولد ده كان يهودي. يا معشر اليهود ايه اللي حصل؟ الناس اجتمعوا، قال لهم
طلع الليله نجم احمد الذي ولد به. نجم احمد طلع النهارده، النبي صلى الله عليه وسلم اتولد النهارده. يبقى علامات اللي ظهر عند اللي ظهرت عند ولادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هي ظهور نور خرج من أمه السيدة آمنة بنت وهب. تاني حاجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع واضعا يده في الأرض ورافعا رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. تالت حاجة ظهور النجم، نجم ظهر وكانوا عارفين اليهود اللي ده كان في الكتاب عندهم اللي سيدنا النبي هيتولد في اليوم ده، وقت ما النجم ده يظهر في السماء فعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتولد. طيب وقفنا الحلقه اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم راح قبيله بني سعد اللي فيها السيده حليمه السعديه، وكان دايما بيقول لها يا امي، هي اللي ربته. في حاجه كبيره قوي قوي حصلت لما كان في بني سعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اتشق صدره؟ اه، النبي ما اتشقش صدره مره واحده، اتشق صدره اربع مرات. ايه ده؟ لا احنا عارفين بس اللي هو مره واحده، لا اتشق صدره اربع مرات، وكل مره كانت لحكمه من المولى عز وجل. اول مره كانت باديه بني سعد، كانت في باديه بني سعد. انا اسفه يا جماعه بس الصوت من فضلكم. كان اول مره في باديه بني سعد، وكان قاعد مع اخ ليه في الرضاعه من ام حليمه السعديه. بعديها قال له احنا مش معانا طعام، مش معانا زاد. ارجع لكم تاني، شكرا. شهر رمضان يا حبايبي بيجي مره واحده في السنه، لكن تقدر حضرتك تعمل شهر رمضان ده بثواب 100 شهر في السنة الواحدة لما تطعم حضرتك أو تفطر 100 صايم معاك. ربنا عجل علمنا ده، إنك لما بتفطر صايم بتاخد مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. مدوا إيديكم بالخير يا إخواننا الإفطار الصائمين، علشان نقول لكل محتاج والكل فقير إحنا معاك. ثوابك مش بس بصلاتك. ثوابكم مش بس بصيامكم. إفطار صائم بتكمل صيامك. إفطار صائم فرصة ما تضيعهاش. إفطار صائم بتفرح ناس كتير. رمضان شهر الخير. بمبلغ بسيط تقدر تساعد أسرة محتاجة، مدلهم إيدك بالخير. رمضان فرصة ما تتعوضش. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنتكلم على ايه اللي حصل في حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اول مرة في بادية بني سعد. قال اخوه احنا معناش اكل، جيب لنا اكل من عند امنا، كان قصده حليمة السعيدية. فراح يجيب لهم اكل، فجي عليهم طائرين ابيضان، طيور جايين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وشكلهم زي النسور، يعني نسرين ابيضين. طيب دول جايين ويبتدران سيدنا النبي، يعني بيسرعوا الى سدر النبي صلى الله عليه وسلم. جايين عايزين ايه؟ فقال واحد لصاحبه نسر، قال التاني اهو هو؟ قال نعم. فراحوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونيموا سيدنا النبي على ظهره، وشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، واخرج قلبه وشق قلبه، وطلعوا منه علقتين سوداوين، نقطتين كده. وبعدين قال له اقتني بماء ثلج، وغسل جوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها قال له اقتني بماء برد، وغسل قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها قال له حصه، يعني خيطه، فحاصه خيطه.
وبعدين سابوه. فايه اللي حصل؟ فلما سيدنا النبي راح قال لامه سيده حليمه السعيديه في الوقت ده، قال لها اللي حصل، فخافت عليه. طب ايه اللي حصل؟ مين دول؟ دول ملكان. العلماء كانوا بيقولوا اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نزع من قلبه حظ الشيطان. الشيطان دايما بيوسوس الانسان من قلبه، فربنا عز وجل نزع العلاقتين السوداوين اللي هو حظ الشيطان من الانسان، وخلى الشيطان ملهوش سبيل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما خلصوا الخياطه ختمه بخاتم النبوه. الشيطان ما بقاش يعرف يخش القلب سيدنا النبي، سيدنا النبي معصوم صلى الله عليه وسلم. تاني مره حصلت حادثه شق صدر النبي فين؟ كان عنده 10 سنين في الصحراء. مين اللي ساله؟ ابو هريره. قال له ايه اول حاجه شفتها في النبوه يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا النبي قال له كنت ابن 10 سنين واشهر، يعني عندي 10 سنين واشهر. وبعدها كان في كلام فوق راسي، لقيت حد بيتكلم فوق راسي، فلقيت رجلان كل واحد فيهم بيقول له اهو هو نفس الطائران. فبيقول له نعم. فبيقول اللي رجلين دول كان فيهم 3 حاجات، وجههم وشهم عمري ما شفته قبل كده على انسان، وروحهم عمري ما شفتها في بني ادمين، وكمان ثيابهم لم ارها قط على حد. كانوا ناس مش زينا، ملكان. بعدها خد كل واحد منهم عضد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وشقوا بطن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرجوا من صدره علقة أو علقتين، وبعدها حطوا مكانهم حاجة. فإيه الحاجة اللي حطوها دي؟ جاب حاجة، رجل من الرجلين جاب حاجة كده فضة، حاجة فضة، وحطوها في قلب سيدنا النبي. فطلعت إيه هي؟ الرأفة والرحمة. فأول مرة الملكين اللي هما الطائران حطوا في قلبه السكينة، وتاني مرة حطوا في قلبه الرأفة والرحمة. وربنا عز وجل قال عليه في القرآن الكريم رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فكده في أول مرة نثروا في قلبه السكينة، تاني مرة نثروا في قلبه الرأفة والرحمة، دي الحكمة التانية. تالت مرة كان فين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند نزول الوحي، لما سيدنا جبريل نزل من السماء وقال له اقرأ باسم ربك. قبل ما يعمل كده شق بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج منها صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج منها ما شاء الله، ثم غسله في طست من ذهب، طست يعني إناء من ذهب، ثم أعاده فيه. بعدين ختم على ظهره بخاتم النبوة. وهنقول إيه هو خاتم النبوة؟ ورابع مرة عند الإسراء والمعراج، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أنا كنت في بيتي في مكة، ولقى اللي سقف البيت قد فرج اتفتح. وبعدها نزل سيدنا جبريل وفتح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله بماء زمزم. فاكرين حلقة زمزم؟ غسله بماء زمزم. وبعدها أفرخ صدري، يعني سيدنا النبي يقول أفرخ صدري، وحط مكان أي حاجة في صدري حاجة في الإناء. كانت إيه هي؟ كان الحكمة والإيمان. سيدنا النبي قلبه بقى في سكينة ورأفة ورحمة وحكمة وإيمان. طب إيه الحكمة من اللي هو يحط في الإسراء، في حادثة الإسراء والإعراج، اللي هو الحكمة والإيمان؟ الحكمة والإيمان عشان يقدر يقابل ربنا عز وجل، بيمهد له لقاء الله، مناجاة الله عز وجل. وده اللي قاله العلماء. يبقى كده عرفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اتشق صدره 4 مرات، مرة في بداية بني سعد، ومرة وهو عنده 10 سنين، والمرة التالتة لما نزل عليه الوحي، والمرة الرابعة في حادثة الإسراء والمعراج. هناخد فاصل ونرجع لكم مع أهل الخير والبر والتقوى، مع جمعية البر والتقوى المركزية، ومع شيخنا الجليل الدكتور محمد العربي. فاصل ونرجع لكم.